كيفاش هكا هادشي زوين؟ كلشي بخير، كلشي زين، كلشي الحمد لله بخير وعلى خير، كلينا وشربنا وبخير وعلى خير. وداويتونا وداويتونا الله يجازيكم، انتم درتوا معنا المجهود تاعكم الله يخلصكم يا رب العالمين، الله يصلحكم ويصلح شعبنا كامل، الله يصلح مالكنا ويصلح شعبنا ويصلح شبابنا كامل، الله يصلحو، الله يصلحكم ويجازيكم، الله يخلصكم. جينا على العين من قد حومه تعاملوا معنا شويه وانتم الله يخلصكم، ديروا معنا المجهود تاعكم الله يخلصكم، الله يجازيكم. عجبكم هذا الشيء؟ كل شيء مزيان الحمد لله، عندكم كل شيء زين، الله يصلحكم. درتي العمل؟ اي درتها بالمجان. بالمجان، الله يخلف على سيدنا، الله يحفظ ولينا، الله يحفظ شبابنا، الله يحفظكم انتم ويحفظ العسكر ديالنا. هذا الشيء اللي كاين، انتم الله يحفظكم. امين. هذا الشيء اللي تعاملتم معنا به الله يخلصكم. يخلص كل واحد. الله يحفظكم ويخلص البيت على خير. انت من الجماعة من هنا؟ من جامعة ولاد سلمان. جيتي من جامعة ولاد سلمان؟ من جامعة ولاد سلمان. جامعة العمامرة. جامعة العمامرة إن شاء الله فاش درنا العملية. العملية كانت بالمجان؟ بالمجان. كي دازت الظروف ديال العملية؟ ظروف زوينة. والله إلا زوينة. شنو تقول لهاد الناس هاد المناسبة؟ وكنشكروهم وكنهنوهم على هادشي، هادشي زوين، مبادرة زوينة الله يرحم الوالدين. الله يعمل، الله ينصركم ويحفظكم. الله يكون معاكم. رزق جابوا لنا الله. ما عندنا باش نديروه، وحنا كنا نطهمشو. الحمد لله، حنا جينا لهاد السبيطار، جابتو لينا اللجنة، الله ينصر سيدي محمد، والله ينصر المغاربة كلهم، والله يحفظهم، شلا خير، شلا خير، كراجلي أنا كاع ما يشوف فين يوطا، وهاني جيتو هنا، الحمد لله، لا إله إلا الله. الله ينصر سيدنا اللي جابنا هاد الدواء، الله يطول العمر ديالو، الله يشد بيه عدوه، والسلام عليكم. بسم الله، الله يحفظ هاد الناس اللي واقفين معنا والمسؤولين والمالك، الله يجازيه بخير، داوانا مزيان واعتناو بنا، الله يجعل ربي يحفظهم. الله يجازي هاد الناس، الله ينصر سيدنا، والله يطول لنا عمره، وهاد الناس اللي واقفين الله يشد بعدودهم، داوونا ووقفوا معنا الحمد لله. الله يشد بعدودهم، الله يخرج ربيسهم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد العربي بالماحي، عضو المكتب ديال الجمعيه المغربيه الطبيه للتضامن. حنا موجودين هذا النهار هذا البارح واليوم في العمامره الناحيه ديال اسفي. جبنا واحد جوج ديال الوحدات الطبيه، كل وحده فيها جوج ديال لي بلوك اوبيراتوار، يعني ربعه الناس كيكونوا كيديروا العمليه في نفس الوقت. البارح درنا واحد 60 عمليه الحمد لله، كلها هذا الصباح شفناهم كلهم الحمد لله مزيانين، واليوم غادي نفوتوا ان شاء الله يعني جميع العمليات غتفوت 100 عمليه بين البارح واليوم ان شاء الله. اللي بغي ناكد عليه هو نشكر بعدا الناس ديال هاد البلاصه هادي ديال العمامره والنواحي ديالها على الروح ديالهم وعلى تبارك الله عليهم، يعني كانوا خدامين والله العظيم بحال ما كنخدموش، بحال كل شيء غادي بوحده، وهذا الشيء مناش من التنظيم اولا اللي كان تنظيم يعني محكم ديال الناس السلطات المحليه وديال الناس ديال الجماعه وديال كل شيء، الناس كل شيء، وديال الاطقم الطبيه ديال الجهه هنايا، والحمد لله كل شيء داز في امان الله وحفظه، كل شيء داز مزيان، وكنتمنوا باش تبقى تعاود هاد الحملات يتعاود. هي اول مبادره في اقليم اسفي، هاد الشيء هذه اول مبادره اللي درنا، مازال غنشوفوا مبادرات اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى في الاقليم، لانه كاين ان شاء الله. لا ان شاء الله، ونبغي نشير بان احنا جينا هنايا للعمامره وفي لوبيتال في سميتو في المستشفى ديال اسفي، راه كاين تما اساتذه ديال الجراحه العامه، كيديروا الجراحه العامه داو الباه 20، نفس الجمعيه هذه، وكاين تما واحد اربعه الاساتذه ديال طب النساء، حتى هما هم تما كيشوفوا الناس وكنتمناو هذا الشيء باش يولي يتعاود، نتمناو باش يولي. مرحبا بكم في اقليم اسفي. والله العظيم وحنا ما بغيناش تكون اخر زياره. لا والله العظيم حتى يكونوا زيارات اخرى ان شاء الله. كن على يقين، انا كنقول مرحبا، لان شرفتونا اكيد، لانه خيره الاطباء وخيره الاساتذه. الله يطول عمرك، لان حتى صاحب الجلاله سيدنا الله ينصرو كيشجع هذا الشيء، هذا ما عرف شحال ديال الخطابات اللي عندي ديالو اللي كيشجع هذا العمل. المغرب الحقيقي
هي حتى مغربيت والله ما تلقاها في شي بلاصه. ولو كنا فاش كتشوف الفرحه ديال الناس من بعد الناس انت شتي نشوه اخرى انت شتي السيده مسكينه كيفاش كتهضر وفرحانه وديك الشيء. الحمد لله الحمد لله ونتمنوا هذا الشيء ان شاء الله يكون في جميع البقاع ديال المغرب وان شاء الله وحنايا ان شاء الله ما كنخليو من فوق من الشمال حتى الاقاليم ديالنا الجنوبيه كل شيء كنبقاو توقفوا عندنا نديروا الاسكان مرحبا ان شاء الله. الله يحفظكم الله يكرمكم.